صوبة كمان بغي. لولا تفطن سيدريك لكانت الخطورة. الهدف الأول لشباب بل وازداد في وقت الحديث عن التفطن وعن الخطورة. يأتي الهدف الأول من شباب بل وازداد بكرة ثابتة. قلنا يدرس بهذا الوقت مبكر للتفكير في العودة إلى غرف الملابس بشباك عذراء. الشباب البلوزداد يتمكن من افتتاح باب التسجيل. من حررهم؟ من سجل الهدف؟ سجله الصغير زكريا دراوي. زكريا دراوي فعلا، ولكن اين كان دفاع شباب قسنطينة في هذه الكرة؟ تركوه وحيدا مثلما تركوا عايش في اللقطة السابقة، ضيع عايش، ولكن زكريا دراوي يفتتح باب التسجيل. شوف سوء تركيز، كنا تكلمنا يعني من قبل، شوف كل عناصر شباب قسنطينة موجودة ولكن ما فيه ولا واحد راح للتغطية ولا راح